يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يليقها، يعني باقي الطعام الذي في اليد يلعقه بنفسه أو يلعقه غيره، أو يلعقه غيره ممن لا يتقزز من لعقه، من لا يتكره ولا يتبرم من لعقه، من يطيق ذلك. وليس لأحد أن يكره أحدا مهما كان مهما قرب منه. إذا كانت الزوجة لا تطيق العقل تكره على ذلك الطعام المعروف، إذا كان الولد لا يطيق، إذا كان الخادم لا يطيق لا يكره. لماذا؟ لأن الطاعة المعروف إنما يلعقها بنفسه أو يترك أحدا ممن لا يكره ذلك يلعقه. والسبب أن هذا هو باقي الطعام كما جاء في الباقي الذي في القصح، تلعق القصح لأنه لا يدرى في أي طعام البركة، هل يكون في أوله أو في آخره، وأيضا لأن لا يذهب في أماكن الغسيل شيء له جرم من الطعام، إذا لعقه ولم يبق إلا شيء لا جرم له كالدهن مثلا، مثل هذا أمر سهل. لكن لو كان على يده قطع من الطعام حبات رز ولا شيء يغسل المغسلة تروح مع النفايات، ما يجوز، لا بد أن يلعقها. والعلة في ذلك أنه لا يدري، يمكن هذا الذي في اليد الشيء اليسير هو الذي فيه البركة، وجاء التعليل بذلك في الحديث. وبعض الناس يستنكف عن مثل هذا، لكن الأمر إذا جاء به الشرع فلا كلام لأحد. إذا جاء نهر الله بطل نهر مكة. ولا بعض الناس بعض أهل الترف لا يأكل مثل هذا، ولا يأكل اللقمة إذا سقطت منه، ولا يشرب الإناء الذي وقع فيه الذباب، وقد جاء الأمر باللعق والأمر بأكل اللقمة إذا طاحت إذا سقطت منه، فليرمت ما بها من أذى ولا يدعها للشيطان. أيضا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، كل هذا لا أثر له، بل هذا علاج طب نبوي. فكون الإنسان يكون من أهل الترف إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي، هذا مثل هذا يعارض به النصوص أبدا. فالخير كل الخير فيما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام.